اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني برضو خلينا نقرا اخبارنا النهارده ونتابع كل الاخبار اللي بتحصل. النهارده كان في ممر الشرفي، الممر الشرفي ده اللي هو عامل مشكله للجميع الحقيقه، لكن في النهايه خلينا نشوف ممر شرفي للشناوي قبل مباراه الاهلي والجونه. شهدت مباراة الأهلي والجونة اللي أقيمت في استاد الأهلي والسلام النهاردة ضمن منافسات الجولة 26 في بطولة الدوري الممتاز إقامة ممر شرفي لمحمد الشناوي كابتن الفريق بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا في الاختيارات التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مؤخرا. وحرص لاعبو الأهلي والجونة على الاحتفاء بالشناوي من خلال عمل ممر شرفي له قبل الانطلاق المباراة، وحرصوا على تحية الحارس الدولي. الحقيقة محمد الشناوي من أكتر اللاعبين اللي تعرضوا لانتقادات مستحقة بالمناسبة. يعني إيه مستحقة؟ يعني الشناوي نفسه عارف إن هو في الفترة السابقة مستواه ما بين صعود وينزل شوية، ينزل شوية يقعد له ماتشين ثلاثة وحش، وبعدين يطلع خمس ست ماتشات كويس، وبعدين ينزل. الشناوي الحقيقة هو عارف الكلام ده كويس، يعني هو محمد نفسه عارف الكلام ده كويس وبيحاول يركز اكتر في تمرينه. يعني هو لما تيجي تتكلم معاه يقول لك ايه؟ يقول لك انا بحاول اركز اكتر في تمريني، انا عايز اسعد الجمهور النادي الاهلي ده بكل الطرق، انا مش عايز اغلط، مش عايز اعمل حاجه غلط. لكن مفيش حد كامل يا جماعه، محمد الشناوي تعرض برضه لفتره صعبه جدا جدا جدا، 150 مباراة. محمد الشناوي من ضمن اللاعبين اللي بيلعبوا دايما مع منتخب مصر، وبالتالي خلينا واقفين في ظهر الشناوي. يستحق افضل لاعب في افريقيا داخل القاره، يستحق ان احنا نحتفل بيه. الاحتفال ده الحقيقه ما خدش حقه خالص، لانه كان يوم مباراه الاهلي والزمالك، لكن من حقه. كان وحش ماشي يا سيدي، كان وحش وكل حاجه، ولكن احنا عندنا افضل لاعب من داخل افريقيا هو محمد الشناوي. ده مش اختياري ولا اختيار فلان ولا اختيار علان ولا اختيار ترتان، ده اختيار الكاف، الاتحاد الافريقي لكره القدم. وبالتالي لازم نقف في ظهر بعض، لازم نقف في ظهر الشناوي، لازم نشوف الشناوي بيعمل ايه. هيتمرن اكتر، هيركز في تمرينه اكتر، هيعمل استشفاء اكتر خلال الفتره اللي جايه. يحتاج الى الراحه، يحتاج الى الراحه. طب هيعملها ازاي الراحه دي؟ الحقيقه انا مش عارف اقول لكم ايه. يعني زي ما حضراتكم شايفين كل يومين او كل ثلاث ايام مباراه بيحصل فيها حاجه بتخلي الدنيا تتلخبط. الله يكون في عون اللاعبين الحقيقه. الله يكون في عون اللاعبين. زي ما قلت لحضراتكم وكل شويه هقول لحضراتكم هذا الامر، 150 مباراه. يعني وخد بال حضرتك ان هو خامس مره يتوج لاعب من النادي الاهلي بهذا الامر بالجائزه دي. عندك بركات، عندك ابو تريكه اربع مرات، ودلوقتي الشناوي. ف ثلاث لاعبين، ولكن كلهم يستحقوا الاحترام، كلهم يستحقوا كل شيء جيد. لاعبتنا على اعلى مستوى. زي ما قلت لحضراتكم، انا اسف كل شويه ان انا بكرر، الاجهاد بياخد وبيدي من اللاعب، بياخد من اللعيب جامد جدا جدا. الشناوي لما وقع النهارده في الماتش يعني كله حط ايده على قلبه، كل الناس حطت ايديها على قلبها. فربنا يكرمه وربنا يكرم بقيه اللاعبين خلال الشهر ونص اللي جايين دول. هنفضل دايما في ظهركم، هنفضل واقفين معاكم. عارفين قد ايه انتم مجهدين، عارفين قد ايه انتوا بتحبوا جمهور النادي الاهلي، ولكن في نفس الوقت عايزين نشوف افضل حاجه منكم خلال الفتره اللي جايه. لانه ان انت تخسر لا قدر الله الدوري مشكله كبيره، تبقى خسرت دوري وكاس ودوري وكاس هتبقى صعبه بالنسبه لنا، مش جمهور الاهلي اللي يستحمل الكلام ده. جمهور الاهلي متعود ان هو دايما يكسب. جمهور الاهلي عارف او متعود ان هو دايما يكسب في اي وقت، حتى لو احنا تعبانين.